السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الابتدائي. معكم الأستاذ محمد عبد الناصر، معلم اللغة العربية بمدارس بدر تايجرز الخاصة، إدارة السادس من أكتوبر التعليمية، محافظة الجيزة. سنتعرض اليوم يا أبنائي لتدريبات الكتاب المدرسي صفحة 51 و52. فلنذهب سريعا لإحضار الكتاب. ها؟ يلا افتح معايا صفحة 51. اقرأ معايا كده، حط ايدك على الكلمة، حط صباعك على الكلمة. نشاط 1، اكمل بكلمات مناسبة مما يلي: متكاملة، السمنة، المائدة، الطاقة. اقرأ معايا: دعاني صديقي زين الى الغداء في بيته، ووضعت امه على نقط العديد من أصناف الطعام. حاولت أن أختار بعض الأصناف المختلفة لتكون الوجبة نقط، وأخذت أيضا قطعا من الحلويات لتعطيني نقط، ولم أنسى أن تكون قطعة صغيرة حتى لا أصاب بنقط. القطعة هنا يا حبيبي بتتكلم عن دعوة صديق إلى صديقه زين إلى تناول الطعام في بيته. فأول ما ذهب وجد أم صديقه قد وضعت الطعام على إيه؟ ها دي النقط. وضعت أمه على نقط العديد من أصناف الطعام. طب هو احنا المفروض ان الطعام يوضع على ايه؟ يوضع، احسنتم، على الارض؟ لا، على المائدة. احسنتم حبايبي. حاولت ان اختار بعض الاصناف المختلفة لتكون الوجبة، ها، لتكون الوجبة ايه؟ متكاملة. جميل، بارك الله فيكم. واخذت ايضا قطعا من الحلويات لتعطيني، ها، السمنة أم الطاقة؟ الحلويات بتعطي إيه؟ يا مستر تنفع الاتنين، صح، جميل، تنفع الاتنين، ولكن سنكمل القراءة حتى نحدد. ولم أنسى أن تكون قطعة صغيرة. طيب حلو، بمناسبة أننا في ظل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير، نتناول حلويات. الحلويات تعطي الطاقة، ولكن إذا أسرفنا في الطعام أو أسرفنا في تناول كميات كبيرة أو قطعة كبيرة من الحلويات نصاب بإيه؟ بالسمنة. أنا كده جاوبت على السؤالين من غير ما تاخد بالك. الحلويات تعطيني، ها، الطاقة، طبيعي إن الحلويات تعطي الطاقة، ولم أنسى أن تكون قطعة صغيرة حتى لا أصاب بالسمنة. يعني لو تناولت كميات كبيرة من الحلويات أصاب بإيه؟ بالسمنة. جميل جدا. نشاط رقم 2، انظر وعبر مستخدما لام التعليل كما في المثال. تعال نشوف الصور. بنت وولد، بنت تتناول وجبة الطعام. وجبة الطعام تحتوي على بروتينات كلحوم أو دجاج، طبق يحتوي على خضروات أو سلطة، كوب من العصير، طبق صغير في الجانب أهو تتناول أو يحتوي على، ها، الأرز. أعتقد، على ما أعتقد يحتوي على أرز. تعال نشوف السؤال. تأكل البنت وجبة متكاملة لي؟ هو السؤال بيقول لك انظر وعبر مستخدما لام التعليل. تأكل البنت وجبة متكاملة، تأكل وجبة متكاملة لي. فاكر لما قلت لك امبارح أو أول امبارح لام التعليل تستخدم عند الإجابة على سؤال يبدأ بإيه؟ بلماذا. لما قلت لك لماذا تأتي للمدرسة، ها، لأنجح، لأكون مخترعا، لماذا تذاكر، لأكون مهندسا، لماذا تصلي، ها، لأدخل الجنة، لماذا. جميل جدا، أحسنت. طب تأكل بنت وجبة متكاملة ليه؟ جميل، بارك الله فيك، لتكون بصحة جيدة. طب تعال نشوف السؤال الثاني أو الصورة الثانية نطبق عليها نفس الكلام. هذا الولد يلعب بالكرة. طيب لماذا يلعب بالكرة؟ ها، ليكون بصحة جيدة، أو ها، ليتمتع باللياقة.
يمارس الولد رياضته ليتمتع باللياقة البدنية. جميل، شوف نشاط رقم 3، أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. سؤال رقم 1، نقط ذهبت في الأجازة، علامة استفهام. ها، أول مش علامة استفهام دي، دماغك تروح فين؟ أحسنت محمد، علامة استفهام يبقى في سؤال، يبقى في أداة استفهام في الأول. ذهبت إلى جدي، ما بين قوسين أداة استفهام مناسبة. جميل، أنا قلت لك في الفصل لما تيجي تحدد أداة استفهام تذهب. إجابة السؤال ده إيه؟ ذهبت إلى جدي. ها، ذهبت إلى جدي، إلى جدي ده مكان؟ ده إنسان يا مستر، يعني أستخدم من؟ لا لا، ركز معايا، ذهبت إلى جدي، جدي ده حبيبي، مش ساكن في مكان، ساكن في اسكندرية، في القاهرة، في الإسماعيلية، في سكن، في شقة، في عمارة، يبقى ده مكان. طب والمكان بسأل عنه بإيه؟ إيه؟ عن المكان، أين تسأل عن إيه؟ المكان. طيب نسأل عن الحال بإيه؟ بكيف. جميل، طب نسأل عن العاقل بنقول إيه؟ من مخترع المصباح الكهربائي؟ ها، كما تناولنا في الصف الثاني الابتدائي، توماس إديسون. يبقى من تستخدم لإيه؟ للعاقل. طب هنا ذهبت إلى جدي، أي ذهبت إلى مكان معين، نستخدم استفهام إيه؟ أين. أحسنت، جميل، تبارك الله. رقم 2، نقط فريدة طعاما غنيا بالفيتامينات، عايزك تستخدم فعل مضارع. احنا قلنا الفعل المضارع يدل على حدث في زمن الحاضر او في زمن التكلم، او يحدث، فعل يحدث ولم ينتهي بعد. طيب ينفع اقول تناولت فريدة طعاما غنيا بالفيتامينات؟ ها، تناولت. غلط غلط غلط، سقف كده، غلط غلط. تناولت دي حاجة حصلت وخلصت، تناولت وخلصت وذهبت لإيه؟ لتغسل أسنانها. إنما أقول ها، جميل، أحسنت محمد، أحسنت حسناء، تتناول فريدة. جميل جميل جدا. شوف السؤال الثالث، لماذا لم يحضر زياد اليوم إلى المدرسة؟ علامة الترقيم. السؤال ده إجابته في السؤال الأولاني، كلنا عارفين إن رغم السؤال بدأ بأداة استفهام، أو الجملة بدأت بأداة استفهام، تحتاج لعلامة استفهام. طب حلو، طب لو بدأت بما أجمل، ما أروع، ما أحسن، ها، علامة تعجب. جميل جميل جميل. نشوف نشاط رقم 4، اقرأ ثم أجب. يؤكد علماء التغذية، ركز معايا واقرأ معايا كلمة بكلمة، يؤكد علماء التغذية أن تناول 3 وجبات رئيسية مع وجبات خفيفة بينهما، يعني نتناول 3 وجبات، فطار وغداء وعشاء، وبينهم وجبات خفيفة، حاجات سريعة، زي بيقولوا احنا تيك اواي، يعني طبق فاكهة، طبق عصاير مثلا، أي حاجة من الحاجات الإيه الخفيفة بين الـ3 الوجبات. يعد من الطرق الفعالة، يعد يعني يعتبر يا ولاد، أو يكون من الطرق الفعالة أي المؤثرة للحفاظ على طاقة الجسم ووزنه الصحي، وأن وجبة الإفطار هي أهم الوجبات في اليوم، فيجب على الإنسان أن يتناول وجبة فطور متكاملة في الصباح تحتوي على حبوب وبروتينات كالبيض وثمرة فاكهة لتعطيني طاقة لإنجاز أعماله. كما أكد العلماء أيضا ضرورة شرب الماء، خدوا بالكم من السطر ده، ضرورة شرب الماء، يعني أهمية شرب الماء، فالإنسان يحتاج إلى شرب 8 أكواب ماء في اليوم. 8 أكواب ماء في اليوم، ركز معايا، 8 أكواب ماء في اليوم. السؤال يقول يجب على الإنسان أن يتناول عدد نقط وجبات رئيسية في اليوم. ها، بص معايا في القطع عشان أسهل لك الإجابة في أول سطر. ها، جميل جدا، أظن إن أنا وضحتها، 3 وجبات. شوف السؤال الثاني، يحتاج الإنسان إلى إيه؟ إلى شرب كم كوب؟ إحنا قلنا 8 أكواب ماء في اليوم. ركز، المعلومة دي مهمة جدا، حلو، مفيد جدا تناول ايه الماء بكثرة. رقم 3،
يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على الإفطار. ها بص معايا في السطر، اقرأ معايا كده. وجبة الإفطار هي أهم الوجبات. جميل. فيجب الإنسان أن يتناول وجبة فطور متكاملة في الصباح. ها تحتوي، دي بداية الإجابة، تحتوي على حبوب أول واحدة، جميل، بروتينات وفواكه أو فاكهة، جميل. رقم 4، استخرج من الفقرة مفرد ثمار. طلع لي من الفقرة مفرد ثمار، يعني هات لي كلمة مفرد وجمعها ثمار. ها بص معايا بسرعة بسرعة بسرعة. جميل. ثمرة، ثمرة مفرد جمعها ثمار. معنى كلمة قدرة، يعني ايه قدرة؟ ها يعني طاقة، تعطيني قدرة لإنجاز الأعمال، أو تعطيني طاقة لإنجاز الأعمال. أحسنتم. شو السؤال اللي بعده؟ كلمة بها مد بالألف. سهلة جدا سهلة جدا. المد بالألف يكون حرف الألف حرف ليس عليه حركات، ويسبقه حرف ها عليه إيه، حركة الإيه، الفتح. جميل. ها وجبات، جميل. مد بالواو، ها حرف الواو ويسبقه حرف عليه حركة الإيه، الضم، زي كلمة إيه، فطور. جميل. كلمة إيه كمان، فكر معايا. ها فكر، نسيت ولا إيه؟ ضرورية أو ضرورة. تمام. مد بالياء زي إيه في كلمات كثيرة؟ ها رئيسية، خفيفة، حرف الياء من غير حركة ويسبقه حرف ها تحتيه كسرة، خفيفة زي كلمة ثمانية. جميل. شوف النشاط اللي بعده، نشاط رقم 5، اكتب مطوية. خدنا المطوية طبعا، تحدثنا عنها باستفاضة في الفصل. تحث على التعاون في البيت ومساعدة الأم والأب. المطوية تحتوي على صور، المطوية تحتوي على صور، أسئلة، الهدف من المطوية ها معلومات تفيدنا عن ما تتحدث عنه المطوية. كما نرى المطوية تحث على التعاون، الأطفال يساعدون الأم في تنظيف الأواني أو الأطباق. جميل. طب عايزين نحط عنوان، نقول إيه؟ ها التعاون أساس النجاح. أنا بساعدك، كمل معايا. ها أتحدث عن التعاون وصور التعاون، يعني التعاون ده بلاقيه ما بين مين ومين، يعني أشكال التعاون عاملة إزاي يا مستر؟ التعاون يا حبيبي هو اتحاد الناس وتعاونهم للوصول إلى هدف ما، يعني أنا بس بتحد، بل بتجمع مع الناس وبساعد الناس للوصول لهدف إيه؟ هدف معين. فلا يمكن لأحد أن يعيش إيه؟ دون آخر. محدش بيعيش لوحده يا أولاد، دي حقيقة كلنا لازم نؤمن بيها. والتعاون صور كثيرة، للتعاون صور كثيرة في حياتنا، منها إيه؟ مساعدة الأبناء لآبائهم في قضاء الأعمال المنزلية كما نرى في هذه الصورة. جميل. ومساعدة الجيران لبعضهم، ومساعدة الرجل في الطريق لإيه؟ لمحتاج، واحد مثلا رجل كبير يحمل أشياء ثقيلة فيجب علينا إيه؟ مساعدته. جميل. كما نرى في هذه الصورة طبعا بعض الأطفال قد يكونوا ينتابون بعض الحزن أو الضيق لأنهم بيساعدوا في إيه؟ في نظافة البيت. طبعا احنا مش كده طبعا حبايبي، كلنا بنساعد بابا وماما، صح؟ جميل. طلابي وطالباتي، هنشوف السؤال، ما أهمية التعاون؟ لازم أحط سؤال، المطوية تتكون من سؤال، من عنوان، من هدف، من صور. ما أهمية التعاون؟ التعاون لازمته إيه؟ ما فائدة التعاون؟ يعمل التعاون على نشر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع. جميل جدا. بالإضافة لكونه أساسا للنجاح والتقدم.
هيا بنا يا أبنائي ننتقل إلى الواجب المنزلي، فلنحل هذا الواجب في كراسة الواجب. وفي النهاية ليس عني إلا شكركم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.